حبيبك حنان رد على قصر. التواصل من جديد مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، لا زالت هذه الانطلاقات تتواصل، شوطا ينتهي وشوطا يبدا بامال جديده وتحديات رائعه على بركه الله وحفظه. انطلق الشوط السابع الذي يحمل في طياته الابكار الاصايل من سن الفطامين. نذهب مباشره ونعلن عن اول المراكز، اول الهاجمات واول المنطلقات. هنا احتفال سعيد بن ثابت بن سعيد الجنيبي من ينطلق في اول المراكز ليعلن هذه الانطلاقه، يشاركنا بهذه الاحتفالات الصباحيه الجميله. بينما المركز الثاني هنا بنت مشاغب مشعان بن سعيد بن غدير يقدم بنت مشاغب، كما ايضا خذ نقطه في هذه الفتره الصباحيه. وثالثا ارى الوصول مع سلهوده محمد بن سالم بن علي الهاشمي والمحرمي قادم بالمركز الرابع، يصل مع شاهنيه طالب بن علي بن خليفه المحرمي. وبينما المركز الخامس خامسا مشاهدينا الكرام طلع احمد بن عتيج المقعود الفلاسي يقدم طلعه. هذه الخمسه الاسماء، هذه الشعارات الأولى المنطلقة، ولا زلنا نتابع احتفال وهي محتفلة في المركز الأول. سعيد بن ثابت بن سعيد الينيبي، يا سلام، اثبت يا بن ثابت، اثبت يا بن ثابت. ولكن اللي غير هنا محمد بن سالم بن علي الهاشمي، الهاشمي يهاجم هنا مع سلهودة، وأيضا مشعان بن سعيد بن غدير في المركز الثاني. ولكن الهاشمي مسيطر، الهاشمي خذ البداية، خذ المركز الأول، ير الشوط، يتقدم إلى الأمام بشعاره المميز، بشعار سلهودة محمد بن سالم بن علي الهاشمي يحقق الانتصار. تهانينا والناموس والسلام يا الهاشمي، سلام، بس خلاص، ما شاء الله تبارك الله على هذا الاندفاع المميز. تهانينا لمالك سلهودة محمد بن سالم بن علي الهاشمي على هذا الانتصار مع سلهودة. المركز الثاني مشاهدين الكرام وصلت احتفال سعيد بن ثابت بن سعيد الينبي، والمركز الثالث مشعان بن سعيد بن غدير، بينما المركز الرابع هذه المراكز الأولى المتقدمة مشاهدين الكرام. تهانينا لمالك سلهودة محمد بن سالم بن علي الهاشمي على هذا التحدي المميز بهذا الشوط. تهانينا والناموس للجميع.